لو انا بهزر مع صحابي بالشتايم وهم قابلينها، هل ده حرام ولا حلال؟ احنا قلنا ايه؟ انه ما ينفعش الهزار بالشتايم، لان ربنا نهى عن كده. العفاف والجمال في الاداء ده يدل على الرقي. يقول لك طب هو قابل يا اخي وانا راضي وهو راضي، انت مالك انت يا قاضي؟ لا، انا في نموذج. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ربنا ما يحبش سفاسف الامور، وما يحبش الجهر بالسوء الا من ظلم، وده ليها شروط واوضاع ما هياش موجوده بقى في الهزار والكلام وكذا الى اخره، وان يكون الشتائم في الوسط.